التجربة ديالنا في لالا العروسة كان قيمة مزيانة بزاف، حيت تعلمنا فيها بزاف الحاجات، وواحد التجربة عمري في حياتي كنت كنتوقع اني نجربها ونعيشها، وتعلمت الصبر. مزيانة بزاف تجربة لالا العروسة. تجربة لالا العروسة واحد التجربة مميزة، لانك كتعيش ديك المسابقات يوميا ونهار على نهار، وكتعلم كيفاش تصبر، كيفاش تجيب النقاط، كيفاش تقدر تخرج من لالا العروسة، تعرف كيفاش تعيش حياتك مزيان، لانك دوزتي بزاف ديال التحديات. واهم حاجه ان الناس كيعرفوك، كتدخل بيوت المغاربه كاملين، لان واحد البرنامج عنده واحد الشعبيه كبيره. هذا الشيء اللي تعلمناه وحنا باقيين كنتعلموا فيه ان شاء الله. السر ديال هذا الحب الكبير هو ربي مي كيبغي شي واحد كيحبب عبده فيه، ما عند الله الناس عجبناهم وحسوا باللي راه حنا كنتعاملوا بتلقائيه، وهذه فهذه الحاجه اللي حبتهم فينا وخلتهم انه يوقفوا معنا ويساندونا. بالاضافه الى موهبه ديالي في الموسيقى، وانني بديت في الموسيقى وبديت كنغني كفنان صاعد، قربت الناس لينا اكثر واكثر. جا الاراده ديال الانسجام ديالنا انا وياه، حيت موافقين مع بعضياتنا وكنبغيو بعضياتنا وبزاف الحاجات مع بعضياتنا. ف انا كنعرف شنو هو كيعجبو، هو كيعرف شنو كيعجبني، والحاجه اللي كتعجبني شي ما كيعملها شي، فحال هيدا داكشي كنقدروا ننسجموا مع بعضياتنا.